didn't like my father. Thank you. احنا بس نحاول نركز في تصرفات الابن مع بابا. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers, I didn't think he was very smart. نركز برضو في دي كمان. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. What? We are late for school. Oh yeah, school. So sorry, I lied. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. دي جوابات جات للولد بتشكره فيها على انه كان بيتبرع لمستشفى. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems. It reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him. And he's the only one who can bring a smile on their faces. الولد ابتدى يفتكر كل لحظة باباه كان بيعملها معاه.
احنا شفنا الفيديو دلوقتي، فبس محتاجة منكم كومنتات صغيرة عن تصرف الأب مع الولد أو الولد مع باباه. يعني انتوا لاحظتوا ايه؟ أخدتوا بالكم من ايه؟ كله يفكر بقى، يعني اتكلموا معايا كده. اتفضلي مس منى. تمام، ايه تاني؟ الحتة بتاعت الولد لما ابتدى يعيط وابتدى يفتكر كل التصرفات بتاعت باباه في الفيديو، وابتدى يعمل نفس اللي كان بيعمله باباه مع الاولاد، ده كان راجع لايه؟ يعني ده كان راجع لايه؟ طيب، عشان برضو وقتنا، عشان الناس اللي تشرح بعدية، الفيديو دوت الهدف منه ازاي الاب اثر في حياة الابن، مش شرط أثر في حياته وهو موجود، أثر بعد ما ماتوا. يعني الولد دايما كان في الفيديو معترض على كل تصرف من تصرفات باباه، كل حاجة باباه يعملها هو معترض عليها. بعد كده لما ابتدى المستشفى تبعت له وتقول له ان انت اتبرعت، وابتدى يروح لصاحبة المستشفى ويتكلم معاها، لا مش هو اللي اتبرع، يعني طب في اكيد في حاجة غلط. ابتدى يروح ويفهم الموضوع ايه، فلقى انه باباه كان بيعمل كل ده علشانه. ولما اخذنا بالنا في الرساله اللي كان كاتبها له، قال له ان انت هتكون راجل عظيم، ثق في ده. فالولد دايما كان ياخد كل حاجه بتريقه وياخد الحاجه ويرميها. هو فعلا بقى ليه شأن عظيم، وابتدى يعمل كل تصرف من التصرفات اللي باباه كان بيعملها وهو موجود، ابتدى ينفذها بس بعد ما ماتوا. يعني ابتدى يتاثر بيه ويتاثر بحياته. يمكن هربط ديت بحد الشعانين. طبعا انا ما اقدرش اشرح حد الشعانين كطقس في وجود الناس القامه اللي زيكم، فانا هبتدي اعمل بس اسقاط معين على نقطه معينه. يسوع لما كان بيعامل الناس كان بيعامل كل الطبقات، كان بيعامل الطفل وكان بيعامل الكبير، كان بينزل بمستوى اسلوبه للاطفال وكان بيعامل الكبار. هو ما كانش غني، يعني هو ما كانش عنده فلوس كتير، ما كانش غني اصلا، بس هو كان غني بكلمته. هو ما كانش ملك لانه مملكته مش ليست من هذا العالم، بس لما دخل ابتدى الناس تقدم كل اللي عندها، ابتدوا يفرشوا له اغصان، يفرشوا له القمصان، يحسسوه ان هو يعني اعظم ملك موجود في الدنيا. احنا هناخد نقطه صغيره من قصه حد الشعانين دي وهنبتدي نسقطها علينا احنا كخدام. ازاي تاثر في الاخرين؟ ازاي تكون بتاثر في مخدومك؟ ازاي زي ما يسوع اثر في الناس البسيطه وابتدت الناس البسيطه دي تتعلم عن طريق القصص وعن طريق المعجزات وعن طريق شفاء الامراض، وابتدى يوصل لهم الكلمه بكل بساطه، ابتدوا يتعاملوا معاه وينجذبوا ليه. انا ازاي اثر في المخدوم بتاعي؟ ازاي اخد نقطه في بحر من تعليم يسوع وانزلها للمخدوم بتاعي؟ هنشوف شويه نقط صغيره، برضو انا هختصر لكم النقط، هم 10 نقط عشان اقدر اثر في الاخرين. عشان اكون مؤثر في الاخرين لازم يلزمني شويه نقط صغيره اكون عارفها في نفسي. مش شرط ان اللي يكون واقف بيشرح في الفصل او يكون خادم كبير او يكون خادمه كبيره يعني كويسه، مش شرط انها تكون ليها، عشان ليها كاريزما وعشان ليها قدره وعشان ليها شخصيه قويه فهي تقدر تقف تشرح وتوصل الكلمه. ناس كتير خدام ممكن يكونوا بسطة جدا، لو اكتشفوا شوية نقط كده جواهم يقدروا يوصلوا المعلومة للمخدوم ويقدروا يأثروا فيه. مش هنشبه قوي زي ما السيد المسيح أثر في الناس، احنا عمرنا ما هنوصل لده، بس على الأقل يكون جوايا نقط معينة أقدر أثر بيها على مخدومي، أقدر أثر بيها على ابني أو بنتي في مدارس الأحد. هي جاية عشان هي شايفة فيا صورة المسيح، عشان هي جاية لاقية فيا حاجة معينة هي عايزاها مش لاقيها في البيت أو مش لاقيها وسط أصحابها، وفي نفس الوقت هي جاية حابة مدارس الأحد، هي جاية حابة تسمع، هي جاية حابة النهاردة هناخد إيه، مش الدارج بتاع كل مرة أو خلينا نقف تحت شوية أو الحاجات الكتير السلبيات اللي احنا بنشوفها في أولادنا وبنحاول نعالجها على قد ما نقدر. احنا هناخد بس 10 نقط، أنا هحاول أدمج كل نقطتين مع بعض، ولو حبيتوا نفتح الحوار مفيش مشكلة. أول حاجة اعرف نفسك، لازم أنا كخادم أو
كشخصية لازم أعرف نفسي كويس. البابا شنودة قال إيه؟ قال افحص ذاتك، بص جوه نفسك. في ناس كتير قوي عايشة برا نفسها، هي عاملة برواز وعايشة براه، وفي ناس كتير تانية هي مش عارفة هي عايزة إيه، وفي ناس كتير تانية هي شايفة نفسها في اتجاه معين خالص مش في الاتجاه دوت. لازم أعرف نفسي ولازم أفحص نفسي، ولما أفحص نفسي لازم أكون عادلة في القرارات اللي هاخدها على نفسي. يعني لازم أكون فاهمة أنا عايزة إيه، أنا جاية الخدمة عشان أنا هعمل إيه، أنا هوصل إيه النهاردة، أنا هدي إيه النهاردة، مش أنا جاية علشان يعني أشوف أصحابي وأقعد معاهم، أنا بقالي كتير أسبوع في الشغل ما شفتهمش، يعني لأي أسباب أخرى يعني. تاني حاجة إن إحنا لازم نكون إيجابيين. بصوا أقول لكم على حاجة، لما بيكون في مكان مقفول وحد عنده برد دايما نقول افتحوا الشبابيك عشان الفيروس وكده الناس ممكن تتعدي. انت برضو لما تكون ايجابي وموجود وسط ناس كتير، طول ما انت بتطلع انرجي، طول ما انت بتطلع طاقة، طول ما انت ايجابي طبيعي هتخلي كل الناس اللي حواليك ايجابيين. فانا طول ما انا ايجابية، طول ما انا ايجابي في شرحي، طول ما انا عارف هدفي، طول ما انا هعرف اثر على المخدوم بتاعي، طول ما انا كلمتي هبقى عارفه انا بوصلها ازاي، انا عارفه انا برميها في مخه ازاي، انا عارفه هو جاي النهارده عايز يسمع ايه، عشان كده انا جايه النهارده ليا رساله لازم اديها معي. يبقى اول حاجه انا لازم افحص ذاتي، لازم اكون ايجابي. ثالث نقطه، لازم اكون واثق في نفسي. يعني ينفعش يعني خادم او شخص معين او خادمه تبقى واقفه مثلا بتشرح درس، هي جايه بتسترسله بتقوله وخلاص خلصت الدرس وخلاص هناخد الغياب وخلاص، يعني خلص الدرس على كده ومدرسه الاحد خلصت على كده. لا، هو انا لازم اكون واثقه في نفسي اكتر. لما اثق في نفسي زي بالظبط لما اكون ايجابي، هو ده اللي انا هديه الانطباع للمخدوم بتاعي. لازم هو كمان يحس انه واثق في نفسه. طيب خلينا نشوف كده، احنا عندنا شويه فصول فيها شوية بنات أو ولاد عادة بيكونوش واثقين في نفسهم. يعني تعالى ساعدني اعمل معايا كذا، لا 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 لا، طب تعالي تعالي اقفي معايا هنعمل كذا، لا 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 اتكسف، ويعني بنشوف حركات كده غريبة. طب هي ليه؟ يعني ليه؟ يعني ليه هي بتتكسف؟ أنا هخرج من مبدأ الكسوف. هي ليه مش واثقة في نفسها إنها تقوم مع الميس تعمل ده أو تشرح ده أو تقول ده؟ ليه؟ عشان أنا ما كنتش واثق في نفسي الاول. انا لازم ابقى واثق في نفسي الاول علشان اخلي المخدوم بتاعي هو كمان ياخد الثقه دي مني. لازم اكون ايجابي فهو كمان ياخد مني الايجابيه. لازم يكون عندي طاقه فهو ياخد مني الطاقه. انا مش داخله استرسل في كلامه خلاص. وده يمكن كنا شفناه مع السيد المسيح، هو اعظم مثال للايجابيه. من ناحيه ايه؟ لما كان دايما يجوا الكهنه والكتبه والفريسيين يقعدوا ينتقدوا، انت لو انت كذا يعمل كذا، وانت ازاي بتقول كده، وانت، وكانوا دايما ينتقدوا دايما يشوفوا اسلوبه عامل ازاي. هو ما كانش مشغول خالص بالسلبيات دي، هو كان مشغول بالايجابيات، كان مشغول بالوعظ، وكان مشغول بالتعليم، وكان مشغول انه يقول قصص بسيطه لكل الناس الموجوده فيأثر فيهم. هو ده بالظبط دوري، انا لازم افحص نفسي، انا لازم اكون ايجابي، انا لازم اكون واثق في نفسي، ولازم كمان اتحكم في رد فعلي. ودي نقطه مهمه قوي عندنا يعني بنلاقيها دايما عاده في الفصول بتاعتنا، العصبيه او النرفزه. بس يا بنت بس الصوت كفايه، رغي كلام يا اللي بتتكلم ورا، وانت اسكت. كتير قوي مننا ممكن يقع في الغلطه دي، يمكن انا اولكم ممكن اقع في غلطه ان انا مش عارفه اتحكم في رد فعلي جوه الفصل. لا، انا لازم اتحكم في رد فعلي. وشفنا ده برضو لما جه السيد المسيح دخل الهيكل، فلقى الناس قاعده بتبيع حمام وبتبيع مش عارف ايه وبتبيع ايه وبتبيع ايه، وابتدى يعني هو كان غضب، بس ما كانش غضب الغضب اللي احنا فاهمينه اللي هو يعني عصبي، لا هو كان غضب يعني كغيره مقدسه على بيت ربنا. ده الهيكل، ده القداسه كلها، ما ينفعش الناس دي تيجي تبيع فيه. برضو نفس القصه احنا بنلاقيها كتير قوي عندنا، ومش هحاول احط يعني سبوت على السلبيات اللي موجوده عندنا في اولادنا، على قد ما انا هحاول اكتشف فيهم الايجابيات. الناس اللي واقفه تحت في الحوش، يا ميس لو سمحتي من فضلك انزلي هاتيهم، فلانه اللي كانت واقفه مش عارفه فين، وفلان اللي واقف على باب الكنيسه، وفلان اللي مش عارف يطلع يحضر الدرس، هو ليه مش عايز يطلع؟ هو ليه واقف تحت؟ يعني ليه ما فكرناش هو ليه واقف تحت، او هي ليه واقفه تحت؟ هي مش عايزه تطلع مدرسه الاحد، هي ايه اللي لاقياه وحش فوق عشان كده مش عايزه تطلع له؟
هي ايه اللي الايام تكرر كل مره بيتقال؟ هي برضو مش عايز تطلع. خلاص ما انا اللي سمعته النهارده هسمعه الجمعه الجايه، هسمعه اللي بعدها، ونفس التصرفات هي هسمعها، مفيش جديد، عشان انا ما عنديش جديده دي، عشان انا من جوايا في نقط معينه جوايا انا مش عارفه اصلحها. تاني حاجه، خامس حاجه سوري، لازم اجعل كلامي متزن. يعني انا كخادم لازم يكون كلامي متزن. طبعا احنا كلنا متزنين، مش هتكلم في القصه دي بالذات، بس انا هتكلم في حته كلامي انا يوصل للمخدومه بتاعتي ازاي. كلامي هادف متزن، انا عارفه اوصل المعلومه، انا عارفه افتح مخها من غير ما تحس وارمي المعلومه جواه. مش هبقى واقفه مش ما تلاقيش اصلا ان بالخادم انه يبقى واقف يدي مدارس احد، او واقفه بهرج كتير، او واقفه بتعصب كتير، او واقفه جايه ادي وظيفتي، لاني انا خادم، انا خادم فانا جايه ادي وظيفه الخادم، مش وظيفه الاب اللي رايح يدور على بنته او ابنه، مش الام اللي جايه تشوف بنتها النهارده عندها مشكله ايه، انا جايه ادي وظيفتي. فاحنا اول خمس نقط، اعرف نفسك، كن ايجابي، خليك واثق في نفسك، وتحكم في رد فعلك، وخلي كلامك دايما متزن في اذهان كل اللي حواليك. في حاجات برضو من الحاجات الحلوة قوي، ان احنا لازم نحفظ اسماء المخدومين بتوعنا، دي بتبقى رد فعل. يعني انا افتكر زمان وانا صغيرة لما كانت الميس تندهني باسمي مثلا بعد ما اغيب جمعة او جمعتين، فكنت دايما ابقى مبسوطة قوي، ايه ده هي لسه فاكراني، ايه ده هي عارفة اسمي. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلي المخدوم يرتبط اكتر بالخادم، هو دايما مهتم بيه، ايه ده فاكرني، فاكر اسمي. ممكن تكون انت مش فاكر قوي الاسماء، بس حاول على قد ما تقدر تحفظ الاسماء. كل ما تخاطب المخدوم باسمه كل هو يبقى فرحان قوي، مش يا طب قومي قولي انت قومي. يعني مش هي دي اللغه اللي احنا المفروض نكون تكون موجوده ما بيننا وما بين ولادنا. النقطة اللي بعدها، ان انا لازم اكون مستمع جيد للاخرين، مستمع لولادي. انا جاي النهاردة اشوف مشكلة بنتي، انا جاي النهاردة اسمع بنتي، انا جاي اشوف بنتي النهاردة عندها مشكلة ايه. طول الاسبوع اكيد بتواجه مشاكل، اكيد بتشوف حاجات كتير في المدرسة، اكيد عندها حاجات معينة في البيت. لو انا ما كانش فيا النقط الاولانية دي، ولو انا ما كنتش عاملة علاقة كويسة جدا مع المخدوم بتاعي، هو عمره ما هيجي يتكلم معايا. وده كان مثال واضح قوي لما السيد المسيح قعد مع السامرية واتكلم معاها، هو سابها تتكلم وتقول كل اللي هي عايزاه، هو ما قطعهاش وما هاجمهاش وما قالهاش انتي وانتي وانتي، هو سابها تتكلم واتكلم معاها بحنية واتكلم معاها بهدوء وخلاها تطلع كل اللي جواها، لدرجة انها بعد ما سابته على طول اخذت منه كل الطاقة يعني اللي احنا بنكتسبها منه، اخذت منه كل الحب، اخذت منه كل الشجاعة، وراحت تعالوا الحقوا شوفوا ده قال لي وقال لي وقال لي وقال لي، وبقت اعظم مبشرة. يعني برضو نعم، لا خلاص انا هخش، انا هعديها خلاص. فلازم نكون مستمعين للاخرين، يعني لازم نسمع ولادنا. ما ينفعش نقول له طب بص خليها الجمعة الجاية، او هقول لك بص لما باجي لك البيت نبقى نسمع المشكلة دي. الكلمه اللي بعد، النقطه اللي بعدها، كلمات التشجيع. لازم انا كخادم اكون في بقي كلمات التشجيع على طول، لازم اشجع ابني او بنتي في الخدمه، برافو عليكي، انت شاطره، طب بصي ممكن الجمعه الجايه تحضري معانا الحته دي، طب انت ممكن الجمعه الجايه تقولي الترنيمه دي، طب انت ممكن تساعدينا في الحاجه دي. ودي دايما هتخرج ولادنا اللي منطويين او اللي مش واثقين في نفسهم ان هم يبتدوا يطلعوا. الناس دي اكيد جواها طاقه مش طبيعيه، بس احنا للاسف مش عارفين نكتشفها. النقطتين الاخرانيين، لا تنتقد الاخرين وثقف نفسك. ولازم نفهم كويس قوي الفرق بين النقد الايجابي والنقد السلبي. مش معنى ان انا انتقد شيء فان انا معترض دايما عليه، انا ممكن اكون انتقده، ممكن اكون بنتقده لهدف ان انا يبقى احسن فيما بعد. يعني ممكن انتقد نقط معينه فالنقط دي تتصلح فيما بعد فيبقى العمل ده عمل عظيم، لكن انا ممكن دايما انتقد انتقاد سلبي. ويمكن احنا عندنا شوية نوعيات من البشر موجودة بالطريقة دي. تعالوا يا جماعة احنا هنعمل النهاردة يوم روحي عن كذا. لا 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 عملنا قبل كده وما نفعش خالص خالص خالص، مثل الفكرة دي أصلا مرفوضة أساسا. طيب ماشي يا جماعة خلاص، تعالوا النهاردة نعمل خلوة عن مثلا كذا، عن الكتاب المقدس. لا 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 مش هينفع، مش هينفع. بصي اصلا هم بيمسكوا الموبايل ثلاث ارباع الوقت، يعني هم اصلا ما يفتحوش الكتاب المقدس. لا 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 خلينا ناخد موضوع تاني خالص غير دوت.
ونبدأ إحنا عمالين نفكر في حاجات ويبدأ اللي قدامنا ينتقد الحاجة بنقد سلبي لدرجة إن هو لو إحنا جوانا طاقة نطلعها هي الطاقة دي هتدفن ومش تطلع. فبلاش نكون منتقدين، بلاش ننتقد اللي حوالينا، بلاش ننتقد الخدمة اللي إحنا موجودين فيها. كل خدمة فيها سلبيات وفيها إيجابيات، خلينا ناخد السلبيات ونحولها لإيجابيات. زي مين؟ زي إبراهيم، زي المعلم، سوري، زي حبيب جرجس. حبيب جرجس جه في وقت هو مش لاقي ناس توعز وعايز يعمل حاجات كتير حلو، لقى نقد كتير جدا من الناس اللي حواليه. هل هو كان مهتم بالنقد؟ لا، هو ابتدى يفكر انه يعمل مدارس الاحد، وابتدى يفكر انه يعمل الكليه الاكريليكيه، والاثنين بيخرجوا لنا ناس عظيمه. والمدارس الاحد المفروض ان احنا بنكمل الرساله، والكليه الاكريليكيه بتطلع لنا ناس عظيمه. طب يعني هو ليه ما اهتمش بالسلبيات والطاقه بتاعته اتدفنت وابتدى لا خلاص يمشي في نفس التيار اللي كان موجود؟ فاحنا بلاش يبقى عندنا نقد كتير، لازم يبقى عندنا كلمات تشجيع حلوه، وفي نفس الوقت انا لازم كخادم اثقف نفسي. يعني ما تزعلوش مني برضو، بنلاقي اوقات ناس كتير واقفه بتشرح الدرس، هي واقفه بتادي وظيفه 1 2 3 4 كذا وحصل كذا وعمل كذا وخلاص يا جماعه الدرس خلص. لا، هو مش كده. هو يعني بصوا هقول لكم، زمان يعني هو انا كان ليا بركه كبيره ان انا اخدم مع ابو نسي قدور اللي هو البابا تودروس، هو كان بيديني اصلا في مدارس الاحد. ف هو ما كانش الدرس كده، يعني احنا كنا بنروح عشان عايزين نسمع الجديد، عايزين نفهم ده، ويمكن الكلام ده مأثر فينا لغايه دلوقتي. كان دايما يعمل لنا وسائل ايضاح بحاجات بسيطه. يعني انا افتكر ان اول درس اتشرح لي كان ينام في بطن الحوت، اتعمل بورق اسمنت، جبنا ورق الشكاير بتاع الاسمنت وقعدنا نعمله وقعدنا ننظفه، وكنا يعني بنشتغل بابسط الخميت. الدرس دايما كان مشبع، كان في حاجه جديده كل مره، نروح نشوف حاجه جديده، حاجه مختلفه، حاجه ما شفناش قبل كده. فكنا دايما نواظب على مدارس الاحد، كنا دايما نيجي عشان نسمع الدرس. فلازم انا كخادم اكون بثقف نفسي شويه، ما اعتمدش على الورق اللي انا باخده في امينه الخدمه بتديني شويه ورق احضر منها الدرس. لا، انا لازم يعني الطبيعي اللي احنا اتعلمناه زمان ان انا من يوم الجمعه بعد ما باخد الورق بتاعي بعيش فيه طول الاسبوع، افضل اعيش فيه كل يوم اقعد اقراه لغايه لما تجيلي افكار. اجي يوم الاربع مثلا اللي هسلم فيه الكشكول او الخميس تكون كل الافكار اكتملت وكل الدرس اكتمل بالنسبه لي، مش اجي قبلها بربع ساعه تشك 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 احضر الدرس اكتبه تمام وصلت المعلومه اديت الوظيفه، انا كده 100 100، انا كده خادم، انا ممتاز، هاخد يعني اعلى الدرجات. فكان في كلمه في الفيديو حلوه قوي عجبتني، الولد بيقول لباباه هو احنا ليه مش اغنياء؟ ليه ربنا ما خلقناش اغنياء؟ قال له عشان الغنى فيما تعطي وليس فيما تمتلك يدك. انت كخادم لما شفنا السيد المسيح علمهم وابتدى يكلمهم عن كل حاجه موجوده في الدنيا وابتدى يوعظ لهم بكل الاساليب، هو كان بيوصل المعلومه للطفل اللي كان حاضر كان بيفهمها، وكان بيوصل المعلومه للكبير كان بيعرف يرد على الشيوخ والكهنه والفريسيين. احنا كخدام بقى لو عايزين نتعلم من السيد المسيح ونكون مؤثرين، احنا هنعمل ايه مع المخدوم بتاعنا؟ نحاول نكتشف النقط ونحاول نطلع كل اللي جوانا ونشوف هو احنا اغنياء بايه، يعني احنا ايه اللي عندنا جوه يخلينا اغنياء؟ ثقافتي وذاتي وانا كخادم مش عارفه امين مرحله ايه، ولا انا هدي ايه، ولا انا هعمل ايه النهارده في الدرس؟ انا جاي النهارده عشان اعمل حاجه حلوه قوي، انا عايز العدد بدل ما يبقى 10 يبقى 20 و30 و40، انا عايز اللي جاي لي ده برضو. خدوا بالكم من نقطه صغيره يمكن بنقع فيها، هو انا مش عايزه اللي يجي مرتبط يعني بفيفين، يعني يجي مرتبط بالميس نفسها، هو جاي عايز يشوف النهارده كلمه يسوع جوه فيفين، مش فيفين. فيفين لو مشيت وجي مكانها سين صاد عين هم كلهم بنفس الامتلاء واعظم واقوى، فهو جاي يشوف مين احسن، جاي يشوف كلمته. فدول كانوا 10 نقط بسيطه عشان نقدر نطلع بيها اللي جوانا، نعرف نفسنا، نكون ازاي مؤثرين على المخدوم بتاعنا. ميرسي ليكم وشكرا لاستماعكم. بسم الاب والابن والروح القدس لينا واحد امين. روز من سنه رابعه ابتدائي بنات. هو احنا المفروض كنا نتكلم عن الاستمراريه اللي هو الحد الرابع. هاخد بس من كلام ميس نيفين بعض النقط كده،
بس قبل ما ندخل في النقط السامرية، هو إنجيل السامرية المفروض إن هو إنجيل يوحنا. حد عنده فكرة الإنجيل ده بتقريه كم مرة في السنة؟ تلاتة؟ طب إيه هما؟ مش فاكر. حد فاكر؟ طيب طنط. تمام، هو انجيل السامري فعلا بتقري 3 مرات في السنه، الحد الرابع من الصيام، والحد الثالث من الخمسين، والصلاه الثالثه يوم عيد العنصره اللي هي صلاه السجده. ليه الكنيسه مهتميه قوي بانجيل السامري مع انه يعتبر اطول حوار في الكتاب المقدس ما بين المسيح وما بين حد؟ هو حوار السامريه. السامريه هي بالظبط نفس البشرية اللي هو إحنا، هي السامرية بتمثلنا إحنا في حالتنا لما بنكون وقت الخطية. السامرية في 3 نقط: وقت ما هي كانت عايشة حياة الخطية ووقت التدهور بتاعها، ووقت ما قابلت المسيح، وبعد ما قابلت المسيح. في نقطة لفتت الانتباه، أنا كنت يعني قريت تأمل، السامرية جات للمسيح عند البير وهي عطشانة معاها الجرة عشان تملى المية وقت الساعة السادسة، يعني الساعة 12 الظهر، هو نفس التوقيت اللي اتصلب فيه المسيح وقال أنا عطشان. هو تأمل روحي شوية، انه نفس التوقيت اللي السامرية جات فيه وهي عطشانة، المسيح برضو على الصليب في نفس الوقت ده قال انا عطشان. العطش بتاع السامرية كان عطش لحاجات كتير قوي. العطش بتاع السامرية كان لحاجات كتير، اولها عطش للحب، عطش مش المية بس ان هي عايزة تشرب مية، لا، عطش لحد يسمعها زي ما ميس نيفين كانت بتقول، عطش ان حد يديها احترام، يديها اهتمام. هي عطشانة من كل حاجة، هي ما فيهاش اي حاجة كويسة، وحاسة بنفسها جدا. هي عارفة كويس ان هي حد غير مقبول، حد غير محبوب، بس المسيح شايف فيها نقطة معينة. يمكن دي اللي موجودة في الصورة، في المقولة اللي موجودة، انه لم تفضح كذبي الكثير. هو شايف ان هي ما بتكذبش، شايف ان هي حد صادق. لما سألها روحي، او لما قال لها روحي هاتي جوزك وتعالي، قالت له ان هي مش متجوزة. فهو خد النقطة دي، هو خد الحتة اللي فيها برغم كل الخطايا اللي هي بتعملها، بس هو ركز على نقطة معينة، ان هي مش بتكذب، ان هي ما قالتش طيب حاضر، او قالت له كلمة كده اللي هو يعني هقول كده وخلاص، لا، هي قالت فعلا الحقيقة. فدي الحاجة اللي المسيح كمان خلاه ان هو يكمل معاها الحوار. المسيح بيعلمنا في حوار السامرية حاجات كتير جدا، طبعا مش هنتكلم في الحوار، بس طريقة السيد المسيح من اول ما راح عند البير واستناها لحد ما هي سابت الجرة ومشيت فيها حاجات كتيرة قوي احنا كخدام المفروض نتعلمها. هو اول حاجة المسيح قعد معاها بعيد خالص عن التلاميذ وعن الناس وعن اي حد ممكن يسمعها، فدي اول حاجة ان هو اداها اهتمام. تاني حاجة ان هو سمعها، وهي يمكن حست انه ما فيش حد هيسمعني، فيش حد ممكن انا اتكلم معاه ويعرف ايه اللي جوايا او يساعدني حتى ان انا اكون حد كويس. يمكن هي كانت محتاجة ده، بس الناس حواليها طبعا عارفين ان هي حد مش كويس، فاكيد هينفر منها. فهي لقت ده مع المسيح فابتدت تتكلم. في حاجات برضو من ضمن شخصية السامرية ان هي شخصية قوية، بس شخصية قوية في ردها على المسيح. لما قال لها اديني اشرب، قالت له انت يعني مين عشان ديك اشربيني، انت يهودي وانا سامرية، فازاي؟ ناحية تانية هي ست مثقفة شوية، يعني انت مدركة
ان السامريين ما بيكلموش اليهود. يعني انت عارفه العادات والتقاليد بتاعه البلد بتاعتك. تالت حاجه قالت له ان بير ده بير يعقوب، يعني اذا انت مش عايشه في الخطيه وعايشه في الدنيا كده، لا انت عارفه انت جايه فين وجايه الساعه كام، وعارفه هتردي تقولي ايه لو حد طلب منك حاجه. فهي شخصيه قويه في الرد، واثقه في نفسها قوي. فيمكن المسيح مع كل شخصيات الكتاب المقدس او كل شخصيات حتى الصوم، في كل اسبوع شخص من الشخصيات دي بيبقى في نقطة معينة المسيح عايز يوصلنا ان هي دي اللي انا بدور عليها، هي دي اللي انا مستني وقاعد واسمعها، برغم ان هي كانت بترد عليه ردود. يمكن لو حد احنا كخدام، يعني لو حد مثلا جه قلت له ممكن كوباية مية، وقال لي انت مين عشان اديكي كوباية مية، هبص له وهمشي خلاص. الرد اساسا ما عجبنيش. لا، المسيح استحمل، سمعها، ادها الاهتمام، احترم جدا مشاعرها، احترم حياتها الشخصيه جدا جدا، انه ما حاولش انه يجرحها، ما حاولش انه يتخطى على طول كده. هو عايزها تقول بس مش هو اللي سالها، لا هو جاب الكلام بالراحه واحده واحده لحد ما هي ايه اللي قالت كل اللي هي عملته، او اعترفت بكل الخطايا اللي هي كانت عايشة فيها. فالمفروض ان احنا كخدام نبقى حتى مع المخدومين بنفس الطريقة. هو ممكن يكون شقي جدا، ممكن تكون بنت مش عايز تحضر درس الاحد، بس لو انا عملت زي ما المسيح بيعمل مع السامرية، حاولت اجذبها بطريقة او بالتانية، هتيجي. ومش بس هتيجي، ده هتجيب كمان معها اصحابها، وده اللي عملته السامرية في الاخر. بعد الحوار الطويل مع المسيح، سابت الجرة اللي كانت رايحة تملاها مية. الجرة دي ليها اكتر من رمز، بس اكتر رمزين هو حاجة الخطية وشهوات العالم. فهي امتلأت وحبت ربنا وعرفت محبة ربنا قوي، فسابت كل حاجة، سابت الجرة، سابت الشهوات، سابت الخطية، جريت علشان تقول للناس، مش تقول لهم تعالوا شوفوا ده المسيح عند البير، لا هي قالت لهم تعالوا شوفوا ده قال لي كل اللي انا عملته، ده قال لي كل حاجة انا ما كنتش متخيلة انه ممكن حد يقولها او حد يعرفها عني. فاحنا كمان محتاجين ده، محتاجين ان نجذب المخدومين بطريقة المسيح لما جذب السامرية، طريقة فيها حب، فيها احترام، فيها حنو وعطف، وما فيهاش تجريح، ما فيهاش صوت عالي، ما فيهاش طريقة حد معاه عصاية، لا فيها اسلوب ابوة واحتواء. يعني انا المسيح قدر ان هو يخلي السامرية تقول كل حاجة، بس بحكمة وبطريقة فعلا فيها عطف وفيها حنان رائع. اخر حاجة، السامرية لما راحت مشيت وسابت الجرة، هي بقت حد مبشر، وبقت تكرز بالمسيح بطريقة قوية جدا. ويمكن هي دي النقطة اللي كان عايزها المسيح، ان هو بدل ما انت قوية مع الخطية او في الخطية، لا خليكي قوية بس في الكرازة، في الخدمة. فهي راحت وهي السبب في ان السامرة كلها تؤمن بالمسيح. وده المفروض ان احنا كخدام نخلي الناس كلها تيجي، ونجذب كل المخدومين، ونخليهم كمان يجيبوا اكتر واكتر. مرسي.
الخير. مش مصريه العدد كبير اللي كنت فاكره اقل من كده. معلش انا اول مره اقف يعني قدام ناس كده كبيره كده مآمن يعني. المفروض ان انا هتكلم عن حد المخله. شخصيه المخله من اكتر الشخصيات تشبيها بينا احنا يعني كبشر. المخله هو شخص فضل مريض 38 سنة، يعني ده مريض من قبل ما السيد المسيح يتولد اصلا بحوالي 5 سنين. يعني الشخص هو يعني انجيل يوحنا لما اتكلم عن المخلة هو ما وصفوش ان هو مثلا شخص مسن او كبير في السن او حاجة، وقال انسان. فنفهم من كلمة انسان ان هو ما كانش حد كبير قوي يعني. فان هو يفضل 38 سنة مريض، ف يعني ضيع من عمره سنين كتير قوي، يمكن تكون دي سنين الشباب والطاقة والسن اللي يقدر ان هو يجتهد فيه او يعمل حاجات كتير في حياته، ضيعها وهو نايم عند بركة مستني ان حد يشفق عليه او يساعده عشان يرميه في البركة دي. فاحنا كتير في حياتنا بنمر بالمواقف دي، يعني ممكن نتعرض لتجربة صادمة من اشخاص او من مواقف معينة، ممكن نتعرض ليأس في حاجات كتير او فشل كتير، فبيخلينا ان احنا نيأس من المحاولة او نخاف ان احنا حتى نحلم ونقاوح من جديد. فممكن الفشل او اليأس او الحزن ده يخلينا نضيع من عمرنا احنا سنين كتير حلوة، يعني ممكن نضيع السن اللي احنا عندنا طاقة نقف ونخدم فيه، لا احنا مش بنخدم، احنا مضيعينه في الحزن وفي حاجات تانية مش حلوة مثلا، او السن اللي احنا ممكن نساعد غيرنا بالتفكير او بمعلومات او بحاجة، لا احنا حزنانين، احنا بنفكر في اللي فات، احنا بنبكي على حاجة راحت خلاص. وده اللي بيشبهه المخلع، هو ما لقاش حد يساعده، واحنا كمان كتير مش بنلاقي حد يساعدنا. السيد المسيح لما جه وقف قدام المخلع، وقفته دي هو مش واقف قدام المخلع، هو واقف قدام كل حد فيه، وسأله سؤال واحد: أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تخف؟ أنت عايز تبقى كويس؟ السؤال ده ربنا بيسأله لنا في حاجات كتير قوي، بيسأله لنا في خدمتنا لأولادنا الصغيرين، في خدمتنا لحد محتاج، في احترامنا لكنيستنا وأباء كنيستنا. بيسألنا السؤال ده في أنه أنت بتيجي الكنيسة عشان تنبسط أو أنك أنت تتدلع أو يعني تقضي وقت كويس، ولا أنت بتيجي عشان تلاقي الأمان، بتلاقي الاحتواء اللي انت مش لاقيه بره؟ ده سؤال مهم. احنا يعني من الاسئله الكتير اللي يعني بتدور جوانا، انا باجي الكنيسه بلاقي ايه او جاي ادور على ايه؟ هل بلاقي حد يحتويني، بلاقي حد يساعدني مثلا؟ ممكن ما الاقيش خادم او خادمه تقف جنبي او اب كاهن يسمعني، مش مهم، كلنا بشر وكلنا بنغلط. لكن انا باجي لشخص المسيح نفسه هدور عليه وهلاقيه في اي حاجه في الكنيسه هنا. سؤال السيد المسيح لما قال للمخلع أتريد أن تبرؤ، هو سؤال معظمنا ممكن يعني يسخر منه شوية، أنت جاي الواحد بقاله 38 سنة عمر يعني نايم على ظهره ومستني حد يحن عليه ويرميه في البركة، جاي تقول له عايز تخف؟ طب هو طبعا هيقول لك عايز أخف يعني. لا، سؤال السيد المسيح ده برضو نفس السؤال لينا. ربنا عمره ما بيقتحم حياة حد، يعني أنت واقع في الخطيئة أو أنت عندك مشكلة، لازم انت تطلب من ربنا، تسمح له وتقول له يا رب انا عايزك تدخل حياتي، انا عايزك تساعدني. كان ممكن جدا المسيح وهو ماشي كده يلاقيه نايم يقول له قوم واحمل سريرك وخلاص خف يعني، خاصه لو عارف انه بقاله كتير. لا، هو راح وساله انت عايز تخف؟ نفس الحكايه معانا، انت عايز تخلص من خطيه معينه، انت عايز تنجح في حياتك، او انت عايز تقرب مني. لو انا وافقت او انا قلت له اه يا رب انا عايزك في حياتي، هيبتدي يشتغل بيا باي طريقه، حتى لو كانت طريقه يعني اعجازيه زي لما قال المخلع قوم واحمل سريرك. كان ممكن الناس اللي حواليه ساعتها ده مشلول او هيقوم ده عاجز هيقوم ازاي، لكن هو فعلا قام. هي دي الفكره، انه ربنا بيشتغل بينا وبيشتغل فينا، بس احنا نديله الفرصه. نقطة أخيرة، إنه السيد المسيح هو اللي راح للمخلع. هو مبدئيا بركة بيت حزدة هي بركة أو مكان عادي، بس بعد كده عملوا له 5 أروقة، يعني 5 طرقات كده، لأنه الناس كتير جدا كانت مريضة وعندها أمراض معينة أو أمراض مزمنة زي ما بيقولوا،
فالناس كانت كتير قوي، فما كانش المكان بيكفي فوسعوه عملوا له كده. فانتوا متخيلين اعداد الناس اللي موجوده، يعني اكيد اعداد كبيره قوي عشان المكان ده كله يبقى مليان كده. في وسط كل الناس دي المسيح اختار حد معين، هو مجهزه للحظه دي، هو عارف ان اللحظه دي هتيجي كويس قوي. فلما راح له، هو اللي راح ووقف عنده مش المريض اللي ندهله. ده يعلمنا في خدمتنا لو يجوز لينا يعني نربطها بالخدمه، احنا كتير نسمع عن اولادنا او كتير من المخدومين سابوا الكنيسه ليه؟ ما لقوش شبع معين في الخدمه او في الكنيسه. طب خلاص هم راحوا مثلا كنيسه تانية، خلاص نسيبهم؟ لا، ليه ما نسالش عليهم؟ ليه مكالمه تليفون، زياره بسيطه؟ طب حد ساب العقيده او الطائفه نفسها وراح مكان تاني، اسيبه؟ لا، انا لازم اقرب منه واسع وراه واعرف هو عمل ليه كده، ولو في فكره خاطئ المفروض ان انا بصلحه فعلا لا قولا، يعني بالفعل قبل الكلام. اخر حاجه انه لما يكون في حد الناس كلها بتنم فيه او الناس كلها شايفه فيه عيب معين، ما ينفعش ان انا امشي ورا الناس دي. يعني مثلا انا عملت حاجه غلط والناس كلها عارفه مثلا، او انا في عيب والناس كلها عارفه، لو ما يجي حد جديد او حد ما يعرفنيش عشان يتعامل، ما ينفعش انه يتعامل على اساس اللي سمعه، لانه ممكن يكتشف ان كل الناس كانت فاهمه غلط او مش وصل لها يعني الفكره صح. ده يعلمنا لما نسمع حد بينم في اولاد معينين في الخدمه او حتى في اخواتنا الخدام، ما ينفعش ان انا اسمع كلام واقول له اه فعلا لا خلاص، واتجنب الشخصيه دي، لان ممكن تجنبي للشخصيه دي يبقى فيه دمار ليها. يعني مثلا لو انا حد جديد على المكان وفي شخص منبوذ من كل الناس، اكيد بنسبه 100% انا رجاء يعني كبير جدا للشخصيه دي انه يثبت عن طريق العكس. فانا ما ينفعش ان انا احكم عليه ان هو وحش بقاله سنين ومعروف انه وحش، او هو فاشل ومعروف من زمان قوي ان هو فاشل. لا، لازم اخد التجربه دي واروح له انا واتعامل معاه زي ما السيد المسيح عمل. كان ممكن حد يقول له ده بقاله كتير خلاص، يعني ده شويه وممكن يموت، يعني انت ما تهتمش بيه شوف ناس تانية. لا، هو راح للشخص ده. فده يعلمنا ان احنا كمان نسعى ورا الناس المريضه روحيا اللي محتاجه احتواء كبير قوي، صعب ان هي تلاقيه حتى في البيت او في مكان العمل او في المدرسه، او في احتواء لازم بيبقى هنا موجود جوانا احنا. فانا يعني اتمنى اكون وصلت لكم الفكره كويس، بس هو يعني حد المخلع او شخصيه المخلع من الشخصيات المؤثره جدا، والسؤال ده بيتجدد كل يوم، اتريد ان تبرأ؟ مفيش حد كامل، وكل يوم بيبقى فيه مشكله معينه جوان، فينجاوب بقى ونسيب ربنا يشتغل بطريقته حتى لو كانت قاسيه. يا شكرا، وخلينا بقى مستنيين حد يجي. شكرا. مساء الخير، حللوني يا ابائي. بصوا، احنا النهارده هنتكلم على حسبكم انتوا تكتشفوا. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض وبعد كده نرجع.
تفسيرها وحاولت اتخيله ما عرفتش. هو انتوا سامعين حاجه؟ لاني ما عنديش. بصوا، هو احنا المفروض هنتكلم عن مولود اعمى، والفيديو دوت كان بيتكلم على رؤيه المولود اعمى لنفسه، قد ايه الدنيا كانت ضلمه حواليه، قد ايه كان شايف، ما كانش شايف حاجه، كان شايف غير الضلمه. بصوا، يمكن طبعا انا قليله قوي ان انا اتكلم على المولود اعمى او قدامكم طبعا يعني، بس انا لما جينا نشوف المولود اعمى حبينا نبص على بوينت معينه جدا، وهي الضلمه. الضلمه دي هي كانت بره المولود اعمى، بس احنا ساعات بتبقى جوانا، جوه قلبي ضلمه مظلمه ما فيهاش اي بصيص حتى من النور. حاسس دايما ان انا مسجون جوه سجن ضلمه مقفول، مش لاقي فيه اي اضاءه، مع اني بشوف، انا بشوف كويس جدا. انا ليا عينين، المولود اعمى ما كانش ليه عينين، كان ليه عذره ان هو اساسا ما كانش عنده عين، لكن احنا عندنا عيون بس قلوبنا جوه مظلمه. تعالوا كده مع بعض نشوف اسباب كده، يمكن بس احنا حبينا نفكر فيها وطلعناها، ايه هي سبب الضلمه اللي جوايا. ساعات كتير بيبقى سبب الضلمه اللي جوايا هو خوفي. انا ساعات كتير جدا ببقى واقف مرعوب، مرعوب من فشل، مرعوب من حياة، مرعوب من ناس حواليا، خايف طول الوقت، خايف طول الوقت، عندي قلق من بكرة، خايف من شغل جديد، خايف من مستقبل، خايف من حياة جديدة داخل عليها، خايف من كل حاجة. فانا بلاقي قلبي شوية شوية بيبتدي يقفل، يضلم يضلم يضلم، لغاية لما بيضلم خالص، وللأسف ما بيبقاش حتى عندي ودان ان انا اسمع الكلمة اللي دايما ربنا بيقولها لي، لا تخف لاني انا معك. بضلمه وبقفل قلبي بكل حاجة. انت ببعت رسالة لقلبي بقوله انت خايف، فانت لازم تبقى مضلم. ده اول حاجة. تعالوا نشوف تاني سبب، وهو ممكن يكون الفشل. انا طول الوقت ببعت مسج لنفسي ان انا فاشل، فاشل من عدم تعاملي مع المخدوم اللي عندي، تعاملت معاه بطريقه غلط، فستوب انت فاشل. سوري، ساعات كتير امناء الخدمه بيقولوا كلمه دي لينا، انتوا فاشله، انتوا مش عارفين تعملوا، انتوا كان قدامكم الفرصه وانتوا ما عملتوش. يا جماعه ثواني، انتوا بتكسرونا، انتوا بتضلمونا. ساعات انا لما بكون عملت حاجة في ماضية غلط او بطريقة فاشلة، فباجي لمستقبلي خلاص هي ريت واحدة، ضلمة، فشل، سواد. اوكي، تالت حاجة ويمكن بتضلم قلبي اكتر واكتر واكتر، هو الخطية. طبعا انا لما بعمل خطية دي مفيهاش كلام، بلاقي نور الروح القدس بيقفل بتقفل بتقفل، ولما طبعا بركن وبروحش الاب اعترافي هي بتضلم اكتر واكتر واكتر. روح القدس اللي جوايا بيقفل 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 لغايه لما بيوصل لمرحله ضلمه خالص، وقلبي بيبقى مضلم، ما بيبقاش في حاجه غير الضلمه. عايزه بس ارجع لبوينت الفشل. ساعات كتير جدا ما بنبصش لبوينت الفشل ديت ليوسف الصديق. يوسف قد ايه كان ممكن يكون وهو مرمي في السجن كان بيقول انا فاشل، ليه ما بصناش لوجهة نظر دي؟ ليه ما شفناش يوسف وانت في السجن يا يوسف كنت بتقول لنفسك ايه؟ كنت بتقول لنفسك ان انت فاشل؟ كنت بتقول لنفسك ان انت عمرك ما هتعمل حاجة في حياتك لانك على طول مرمي في سجن؟ اربع حيطان، ما فيش حد سمعك، ما فيش حد حاسس بيك؟ اكيد يا يوسف انت جواك فاشل. بس ثواني، تعالوا كده نشوف حصل له ايه في الاخر. هو بقى ملك، بقى حاجة عملاقة، بقى حد قوي جدا، البلد كله بتعمل له الف حساب، ما كانش جواه ضلمه. عايزه اقول على حاجه كمان، انا هبقى منور ازاي وهبعت نور للناس ازاي والخداق لمخدومين ازاي وانا اساسا مضلم؟ ما انا مضلم مش هعمل حاجه. عايزه اقول ان مولود اعمى طول ما هو ماشي كان بيخبط، اكيد غصب عنه كان بيغبط
بيكسر بيوقع في حاجات بي 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 بيعملها غصب عنه لان اوريدي ما بيشوفش. بس ساعات انا كمان بعمل كده. ساعات بيبقى انا بشوف وبحس وعندي كل حاجه ربنا مدهاني، بس للاسف الشديد بقى، وده عليا طبعا قبل على اي حد تاني، بس ساعات بيجي مخدوم بيبقى عايز مني كلمه تشجيع، عايز مني حب، عايز مني حضن، عايز مني محبه، عايز مني ابعت له رساله سلام اقول له يا حبيبي ما تخافش، وانا بكل قسوه جوايا ببعت له رساله بكسر له فيها كل حاجه هو عايزها، مع اني انا بشوف، مع اني انا بحس، مع اني انا شايف وحاسس وسامع، بس للاسف انا بعمل زي المولود اعمى بالظبط، بكسر. ساعات يعني مش قصدي على حد معين، بس ساعات بنروح لامناء الخدمه ونبقى محتاجين جدا حد انا مش بتكلم على حد معين، يعني مش بتكلم على حد معين يا جماعه، بيبقى محتاجين حد يحتوينا جامد قوي، بيبقى محتاجين حضن، بيبقى محتاجين كلمه حنينه، بنبقى محتاجين حد يقول لنا برافو انتوا كويسين عملتوا ده، شاطرين، برافو ده حاجه كويسه. بس مع الاسف يعني ايا كان القائد هو مين، بس بيجي بمنتهى العصبيه ومنتهى الكاركتر الغريب، نلاقي بيجيبنا يعني بيجيبنا ارض، يعني بيكسرنا كده بدون اي مقدمات. لا معلش معلش، انا عايزه اقول حاجه، احنا ما بقيناش مولودون، احنا مش مولودون عمي، لكن احنا بنتعمد العمى، بنتعمده، بيبقى جوانا ضلمه وبنبعت اللي قدامنا ضلمه، وبنعمل كل حاجه ضلمه في ضلمه في ضلمه في ضلمه. عايزه بس اقول لكم على حاجه، لو انا شايف يبقى انا ادور على النور، ابتدي ادور على ده. المولود اعمى ما كانش يعرف يعني ايه نور اصلا، ما كانش شايفه، كان الناس بس بتقوله ايه ده في نور، بس انا مش شايفه عشان انا مولود اعمى. بس رجاء احنا عايزين نصلي من ربنا بجد ونقول له ان احنا لو جوانا ضلمه ارجوك تشيلها، ارجوك قول ليكن نور فليكن نور. شكرا لكم، ميرسي جدا، شكرا. طبعا نشكر أسرة ابتدائي بنات على التحضير الرائع الحلو ده، ان هم ربطوا الحدود بالخدمة، فدي كانت فكرة طبعا، لان هم قدموا السنة اللي فاتت الحدود.